آلاف العمال والمنظمات الاجتماعية في الأرجنتين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على قرار الحكومة للامتثال لصفقة قرض صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار. اتجهت الجموع من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة بوينس آيرس، حيث سيقيمون لاحقا معسكرا في بلاسا دي مايو للضغط على الحكومة. أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة وتدخل للبنك المركزي في أسواق العملات وصفقات سريعة التعاقب مع الدائنين بعد أن تجاوز التضخم جميع التوقعات الأسبوع الماضي، حيث بلغ معدل التضخم في البلاد 109% في أبريل، وذلك على الرغم من ضوابط الأسعار والارتفاعات المنتظمة لأسعار الفائدة، مما أثار مخاوف من عودة التضخم المفرط الذي ضرب البلاد منذ ما يزيد قليلا عن 30 عاما، وهي المرة الأخيرة التي وصلت فيها زيادات الأسعار على مدى 12 شهرا إلى 3 أرقام.